النهارده عندي حدث مهم جدا، او يعني ذكرى هامه جدا جدا، وهي ذكرى ميلاد الكابتن الكبير واسطوره النادي الاهلي الكابتن صالح سليم، صاحب شعار الاهلي فوق الجميع، الشعار اللي مخلي البعض متضايق شويه. يعني سبحان الله، لسه الاسبوع اللي فات الناس بتتكلم الشعار ده واصل ده ايه ومش عارف ايه وكلام من ده. النهارده ذكرى ميلاد واحد من اساطير الكره المصريه والرياضه المصريه، واحد ابرز اساطير النادي الاهلي على مدار تاريخه، هو الكابتن صالح سليم، مايسترو طبعا، وبالتالي يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، هو مايسترو بكل تأكيد.